نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے. میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يوم الفتح. قل يوم الفتح لا ينفع الذين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين. يا نون کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ گنا کیجیے. لا ينفع الذين. لا ينفع الذين. قل يوم الفتح 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 لا ينفع الذين. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. اب كفروا واو ساكن کے اوپر مد ہے تو اس کو 4-5 ٹائمز لمبا کرنا ہے. پلس واو ساکنہ کے پہلے پہلے حرف کے اوپر غمہ ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے. کفروا ایمانہم. کفروا ایمانہم. لا ينفع الذين كفروا ایمانہم. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. لا ينفع الذين كفروا. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إيمانهم ولا هم ينظرون. ولا هم ينظرون. ولا هم ينظرون. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إيمانهم ولا هم ينظرون. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم.
كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ما شاء الله. دوباره بڑھیے. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولا هم ينظرون. ما شاء الله. دوبارہ پڑھیے. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا كثيرا.